أثناء ترجيع الحصان للخلف الموزون بالطريقة هذه ركوب أو قود، إذا جهز من ضمن الأوامر اللي تسويها كاستفزاز أو اختبار للحصان المبالغة بأمر الرجوع نفسه. كنت سابقا في الركوب الخاطئ ما راح يحاول يرجع صورة ولا يحاول خاطئ إنه بيخرب الحصان. الحصان بيربط بين أمرك للرجوع للخلف وتعاملك الخاطئ فيخرب مع الوقت. ذلك اللي يدرك الخطأ أصلا ليس أهلا إنه يرجع صورة لا قود أو ركوب، فيتجنب الشيء ده يعني. إنه بيكشف عدم دقة الحصان بيخرب الحصان معه. يرفض مع الوقت بيخرب في أمور أخرى. يكون صح طرق ركوب الأخرى يسوونها مع الوقت يعطيك الشيء بشكل مثالي، خاصة كان شخص متقن القفل، ولكن سويها بشروط معينة. من ضمن الشروط طريقة أمر الرجوع تعتمد على أدوات أكثر من دقة اليد في الكود ولغة الفت، وفي الركوب تعتمد على المهمات والأدوات أكثر من وجلوسة وضعية اليد. ولو غيرت في الأوامر بحدود معينة ممكن الحصان يبدأ ينتقل من مرضي زيادة إلى رافض زيادة. في شروط معينة لابد ما تتجاوزها. كانت في التسليق ان الموضوع مو بخيار في يده، سواء جريت فلان جر او ضغط ضغط او جمعت جمع اللي يخليه يرجع مواكبتك للثلاث، فما يهم امري وشو بالنهايه، هو بيعطيني رده فعل لامري، رده فعلي لرده فعله كافيه ان تخليه يرجع ورا مهما صار. وذكرت ان من الاشياء اللي تخلي شيء ذا ميزه انك تنوع، مرات اوقف او ارجع ورا، يعني ترجع للخلف زي الكافر الهدي. مرات جر نعم جر زايد، مرات فقط جمع، مرات فقط أصابع، مرات فقط صوت. أعلم الحصان يقدر على توقيفه بعدة طرق، وإن أي طريقة من الطرق دي لو رفضها برقبته مواكبتي الصحيحة لرقبته بدقة دي تخليتني ما أريد. إذا من ضمن الاختبارات أو الأشياء اللي تسوي الاستفزاز الحصان هو تذكير مدى تحكمك فيه في القود وفي الركوب، التدبيل في أوامر الرجوع ورا بعض وأنت ترجع في الركوب أو في القود. بالغ سرعة الرجوع مو بس بلغة جسدك، الركض باتجاهها مثلا أو الاندفاع باتجاهها، لا بيدك. رجع ورا وأثناء الرجوع زد مدراك مرة مرتين ثلاث أربع، لأن الحصان تحس إنه من كثر ما هو رجع ورا بسرعة ممكن يخسر توازنه. لو كان مدرب زين الطريقة وعارف طريقتك بيبالغ بالإرضاء، مع إنك مو أنت مطالب تسوي شغل. إن كان مدرب خطأ بيفحج، خطأ بيخاوم يفحج، إذا فحج واكبته صح طلع من الفحجة باندفاع. بالنهاية كل حالتين متعلمة مني قادر على جعلهم يندفعون زيادة أثناء الرجوع لو أردت، ينلخمون أثناء الرجوع دائما يرجعون بشكل راقي زيادة عن اللزوم كأنهم فارضين عليك فرض. في الركوب تسوي نفس الفكرة بس بالجمع الزايد أو الجر الزايد ورا بعض، يعني عطى جرة بسيطة للرجوع الخلف وأثناء الرجوع بالغ في الجر، أو اجمع جمعة عادية ولما يرجع بالغ في الجمعة ورا بعض أربع خمس جمعات زيادة عن اللزوم. إما أنه موزون يبالغ في الإرضاء عطوه كافئة، أو أنه مو موزون بيفحج فحجة قوية وحتى يحاول يندفع يرفض مواكبتك تخليه يفحج. إذا فحج واكبت صح بيطلع من الفحجة برجوع في اندفاع. في كل الحالتين تذكير لمدى قدرتك على جعله يرجع ورا رجوع يدل على تحكمك به. دال ما يرجع ورا رجوع راقي يدل على أنك وأنت وياه متفقين على الرجوع، ولو جاء سبب يخليه ما يتفق معك سينتقل من حصان راجع ورا برقي إلى حصان يتوكل على الله. أبغى الرجوع ولا أبغى الكعب، أبغى التحكم، واللي يثبت التحكم كعك ورجوعك أثناء اختلاف الحصان معك. طب يتفق معي في أغلب الحالات، خلى يختلف معك عن طريق اختبارات زي هذا، تدبيل الجرة، تدبيل مد الذراع، تدبيل الجمعة إلى آخره.